رفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم هو موقف ثابت تقريبا في يعني يعني للعالم العربي ككل. الموقف المصري في هذا السياق مبدئي يعني تم التاكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم في اكثر من مناسبه. كيف ترون بشكل عام المساعي المصرية التي تعمل على أكثر من مستوى لأولا وقف إطلاق النار في غزة وأيضا للتوصل لحل يكون في صالح الفلسطينيين أشقائنا في مصر وفي دول عربية أخرى أيضا في تونس في الجزائر في حتى يعني أشقائنا في الأردن في السعودية في بدأوا في إطار حراك مبني على تراكمية وتكسير الحلقات اللي حاصرت فكرنا لعقود وهذه التراكمية ستأتي بثمارها إذا بش اليوم بكرة إذا بش بكرة بعد بكرة عشان في مصر يعني طوروا هذه الاستراتيجيه اللي بسموها الدبلوماسيه الهادئه الفاعله. وكان هنالك حراك اظن من ست او سبع دول عربيه اللي خرجت من في اطار التنسيق المتعدد من الاطراف العربيه اللي بتشمل مجموعه من الدول العربيه للحراك على الساحه الدوليه. وعماله بتوصل هذه الرسائل، وفي نفس الوقت ايضا ارسلوا الرسائل حاسمة يعني مش بس لاسرائيل، لا وللولايات المتحده وللدول الاوروبيه انه يعني نحذركم من محاوله الاستراتيجيه الاسرائيليه بتهجير الفلسطينيين او اهلنا في غزه لسينا، وهذا سيكسر كل الحواجز اللي مخليتنا حتى الان نتصرف بهذا الهدوء الموضوعي العملي تحدثتم عن استقبال الجرحى الفلسطينيين هنا في تونس للتداوي في مستشفيات تونسيه سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص، هناك ايضا مبادرات اخرى من بينها مبادره تدريس الطلبه الفلسطينيين عن بعد. كيف ترون هذا هذا الدعم وكيف يعني تجري اخر التطورات؟ اخواتنا واخواننا الجرحى اللي في تونس يعني في الهلال الاحمر التونسي وزارة الصحه في الرئيس شكل لجنه طوارئ لمتابعه احوالهم ويعني نشكر الاخوان في تونس على كل ما يقوموا فيه من دعم للجرحى لطلاب فلسطين اللي من غزة ومن غير غزة في الواقع اللي الإخوان في الهلال في وزارة الصحة وفي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ولجنة الطوارئ بيكونوا في واجبهم على أكمل وجه